السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في سلسلة ISDN 1. اليوم درسنا الثالث الجزء الثاني الدرس الثالث هذا نسيت. زين اليوم حنتكلم عن البيزك اي بي ادريسنج، حنكمل كلامنا عن البيزك اي بي ادريسز. بدرسنا هذا اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن الاساينينج اي بي ادريسز DHCP، حنتكلم عن اي بي ادريسز كلاسز، عندنا انواع من الكلاسز هي اي وبي وسي، في بعد عندنا الدي والاي ايضا، والبوبليك اند برايفت اي بي ادريسز اللي هي الاي بي ادريسز الخاصه والعامه خلينا نقدر نوصفها، وحنتكلم ايضا عن سبيشال اي بي ادريسز، اي بي ادريسز خاصه اللي هي الاوتوماتيك واللوب باك والسبيشال. بالبدايه عن ستاتيك اي بي ادريسز أو assigning IP addresses. محاضرة سابقة تكلمنا عن IP addresses وكيف شكل IP addresses. طرقتنا شوية بسرعة على موضوع assign IP addresses. اليوم أريد أوضح هاي النقطة، أنه كل كمبيوتر لازم يكون عنده IP address. IP address الكمبيوتر يقدر يحصله بطريقتين. طبعا ما دا اتكلم فقط عن الكمبيوتر، اي جهاز بالنتورك يحتاج يكون عنده اي بي ادرس. الاي بي ادرس مثل ما تكلمنا عليه بالمحاضره السابقه هو عنوان للكمبيوتر، بدون هذا العنوان ما راح يقدر الكمبيوتر يتبادل المعلومات والرسائل مع الكمبيوترات الاخرى والاجهزه الاخرى الموجوده بالنتورك. فاي كمبيوتر عندنا بالنتورك يحتاج يكون عنده اي بي ادرس. زين كيف الكمبيوتر حيحصل على الاي بي ادريس؟ في طريقتين ان الكمبيوتر يحصل بها على الاي بي ادريس. الطريقه الاولى اللي هي ستاتيك، هي هذه الستاتيك. طريقه قديمه ما ادري اذا بيكم بعدكم تتذكروها او قسم من عندكم قديمين، يعني قبل كنت استخدمها كثير قبل كم سنه، بس هسه هذه السنين الاخيره ما اعرف ليش قلت. خلي احاول اشوفكم اياها، افتح لكم هذه الواجهه اللي هي خاصه بي بالسيتنج. نروح على اوكي، شايفين هذه الويندو هي نتورك كونكشنز. عندنا مثلا هنا الاثرنت، اسوي رايت كليك على الاثرنت بروبرتيز، وهنا انا حيطلع لنا الواجهه مالت البروتوكولات اللي عندي بالكونكشنز. طبعا اكثر من كونكشن، بس قبل لا ابدي هنا انا خلي بس اشرح لكم فكره بسيطه على هذه. بعد هذه الكونكشنات اللي عندكم بالكمبيوتر مالتكم، انا بالنسبه لي عندي بلوتوث يعتبر كونكشن، ايثرنت اللي هو الواير، وعندنا في بي ان هذا كونكشن فيرتشوال برايفت نتورك ان شاء الله حنتكلم عليها خلال الكورس، وعندنا بعد الواي فاي. أني بهاي اللحظة رابط عن طريق الأثرنت، فهروح أسوي Properties، أقدر أسوي دبل كليك طبعاً عليها، حتى انفتح لي هذه الشاشة، وبهذه الشاشة حشوفهم معلومات مثل الـ IPv4 Connectivity، مثل الإنترنت اللي أنا مربوط حالياً، IPv6 ما مستخدمة، حنتكلم على IPv6، الميديا إنيبل، السبيد مالت الإنترفيس مالتي. هنا كمية المعلومات اللي طلعت من الكمبيوتر، هنا كمية معلومات اللي دخلت الكمبيوتر. أقدر منها أختار Properties، حتطلع لي أنواع البروتوكولات الموجودة اللي هي Stacks. اللي يهمني هو الإنترنت بروتوكول فيرجن 4 TCP/IP v4، هذا هو اللي يهمني. دبل كليك عليها، شوفوا هنا محطوط obtain an IP address automatically. obtain IP address automatically معناتها ماخذ الـ IP address عن طريق الـ DHCP، حنتكلم عليه بعد شوي. إذا أردنا نحط IP address للكمبيوتر فراح بهذه الطريقة، نحط الـ IP address اللي نريده، مثلا نسوي 1.6.8.1.1 على سبيل المثال، وهذا السبنت ماسك والديفولت جيت واي. تذكرون السبنت ماسك تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة اللي هي تبين لنا أي جزء هو نتورك وأي جزء هو هوست، يعني أي جزء هو عنوان خلينا نقول الشبكة مالتكم وأي جزء هو عنوان الكمبيوتر. هنا بهذه الحالة عنوان الشبكة مالتنا حتكون هذه الأرقام 192.168.1. رقم واحد هذا بالنهاية هو عنوان الكمبيوتر داخل هذه الشبكة أو داخل النتورك، وعنوان الشبكة يكون دائما تحت الماسك 255، مو دائما في أغلب الأحيان،
وعنوان الهوست يكون تحت صفر. الديفولت جيت واي هو الاي بي ادرس للراوتر، ممكن احط اي رقم او اي بي ادرس مفروض للراوتر احطه على سبيل المثال. هذا هنا احط الدي ان اس هو الدومين نيم سيرفر، اذا تريد ان تستخدم الانترنت اكيد تحتاجون دي ان اس، هكذا واقول له اوكي يتغير الاي بي ادرس. هذه هي الطريقه. الطريقه الثانيه لتغيير اي بي ادرس هي عن طريق دايناميك هوستنج كونفيجريشن بروتوكول دي اس سي بي. ايش هو الدي اس سي بي؟ اذا تنتبهون انتم حاليا في اغلب الاحيان من ترتبطون الكمبيوتر مالتكم باي نتورك سواء كانت النتورك وايرلس او واير، مباشره الكمبيوتر مالتكم راح يحصل على اي بي ادرس. كيف بدي احصل على اي بي ادرس؟ كل نتورك ممكن تتحصلون بها على اي بي ادرس اكو عندنا في السيرفر اسمه دي اتش سي بي. دي اتش سي بي سيرفر، هذا السيرفر وظيفته يوزع اي بي ادريسز. بالبدايه اول ما الكمبيوتر يرتبط بالنتورك راح يسوي فد يبعث رساله، هذه الرساله اسمها انفرس اي ار بي، اللي هو حيبعث في شيء اسمه برودكاست مسج. انا اسف برودكاست انفرس اي انفرس اي ار بي. الانفرس اي بي هو ايش راح يقول هالرسالة؟ حيذكر يقول انه اني بي سي اسمي اكيد هو اسمي كذا مثلا، الماك ماتي هو 1.1.1.1.1.1.1. طبعا هذا اكيد اسهل مارك ممكن، الماك اكيد حيكون معقد اكثر. يقول هذا الماك ماتي واني هذا البي سي، اريد الاي بي ادرس الخاص بيه. السويتش حيستلم هذه الرسالة، هذه الرسالة حيرسلها للسويتش بما انه هي برودكاست، فمعناته انه المفروض ترسل للسويتش ايش يعملها؟ يرسلها بكل الاتجاهات. من حيستلمها؟ حيستلمها دي اس سي بي سيرفر. دي اس سي بي سيرفر مبرمج هو انه يعطي اي بي ادريسز الى الكمبيوترات الموجودة بالنتورك، ومبرمج بطريقة مثلا نقول له انه عنده بول، هو بول من او واحة من الاي بيات. احنا مبرمجي انه نقول له هذا الاي بي اعطي اي بي ادريسز ضمن هذا الرينج 1.0 الى 2 مثلا 192.168.1.205.4. طبعا هو مو من واحد، مو من صفر، يبدي من الواحد على سبيل المثال. معناته هذا دي اس سي بي هسه حاليا مبرمج انه يعطي اي بي ادرس ما بين ال 192.168.1.1 الى 205 254. فمثلا هذا الكمبيوتر نفرض كان اول كمبيوتر موجود عندنا بهذه النتورك، فحيعطي نفرض هذا الاي بي ادريس 192.168.1.1 على سبيل المثال. كيف يعطيها؟ يرجع له رساله بها الاي بي ادريس اللي هي دي اس سي بي مسج، حيرجع له وهذا هنا حياخذ الاي بي ادريس ويعيش حياه سعيده. زين مو بالضروري طبعا هسه تقولون انه انا مثلا عندي بالبيت نتورك ومن اربط اللابتوب مالتي على اكسس بوينت مباشره يحصل اي بي ادرس، صح. نعم مو بالضروره انه حيكون عندك سيرفر مثل هذا الشكل، ممكن اللي يصير انه انت ما عندك هذا السيرفر بس انت ستيل عندك دي اس سي بي سيرفر. دي اس سي بي سيرفر مالتك مين حيكون؟ حيكون داخل الراوتر على سبيل المثال سيسكو راوتر، وحتى مو سيسكو راوتر، كثير من الانواع ممكن تتبرمج انه تصير دي اس سي بي سيرفر. المكان الان هسه حاليا اشتغل به هي عندنا نتورك كبيره وايضا عندنا سيسكو راوتر، برمجه السيسكو راوتر بي بحيث يعطي اي بي ادريس تقريبا نتكلم حوالي عن اكثر من 1000 كمبيوتر. ان السيسكو راوتر هو اللي يعطي الاي بي ادريس لها، فالسيسكو راوتر ممكن يشتغل كدي اس سي بي سيرفر. احنا بنتكلم دائما سيرفر، هذا في
كونسبت موجود عند اكثر الناس، انه يعتقدون من نتكلم على سيرفر حيعتقدون انه السيرفر لازم يكون في جهاز كمبيوتر كبير ومحطوط. لا مو بالضروري، السيرفر ممكن هو سيرفيس، ممكن تكون داخل راوتر، ممكن تكون داخل لابتوب، ممكن حتى تكون داخل موبايل مالتك. بس اكيد يعتمد على حجم النيتورك، على مدى اهميه هذه النيتورك مالتك، هل انت تريد ديديكيتد يعني سيرفر بحد ذاته كهاردوير، ولا يكون جزء من سيرفر ثاني برنامج داخل السيرفر، ولا يكون داخل السويتش داخل الراوتر مالتك. anyway فهذه هي طريقتين للحصول على الاي بي ادرس. الجزء الثاني بالدرس مالتنا اللي هو الاي بي ادرس كلاسز. الاي بي ادرس يتكون من كلاسات. الكلاسات هذه ايش؟ اذا تذكرون الاي بي ادرس احنا تكلمنا عليه، هو يتكون من اربع اجزاء، هي هذه الاجزاء راح ارسمها بشكل مربع. طبعا هالاجزاء ممكن رقم، هذه الاجزاء ممكن نحط بيها اي رقم ما بين الصفر الى 255. فاي رقم من هذه الارقام الاربعه بالاي بي ادرس هو رينج ما بين الصفر الى 255. اذا ننظر للرقم الاول مثلا، نرجع على الاي بي ادرس مالتنا 192.168.1.1.2.7، من هذا الرقم الاول الموجود هنا نقدر نعرف انه هذا الاي بي ادرس كم كلاس. الكلاسات مقسمه عندنا الى كلاس اي بي سي دي اي. كلاس اي اذا شفنا الرقم الاول ما بين الواحد الى 127، اذا هذا كلاس اي. على سبيل المثال الاي بي ادرس اكيد بعضكم شايفيه، الدرس السابق ايضا جبنا اكزامبل كان 10 10 مثلا 90 1. من نجي نبع هذا الرقم، هذا رقم 10، اذا هو ما بين الواحد الى 127، اذا هذا اي كلاس، كلاس اي. عندنا كلاس الثاني كلاس بي. كلاس بي يكون الاوكتل الاول اللي هو ما بين 128 الى 191، اي اي بي ادريس يبدي بهذا الرقم هو يعتبر كلاس بي. وعندنا اخر شيء سي اللي هو ما بين 192 الى 223، اي اي بي ادريس ضمن هالرنج ايضا يعتبر كلاس سي اي بي ادريس. عندنا النوعية الأخيرة اللي هو كلاس دي، هذا يستخدم بالمالتي كاستنج. مالتي كاستنج ايش نقصد بيه؟ مالتي كاستنج اللي هو من عندنا مثل كمبيوتر هنا مربوط بسويتش، وعندنا كمبيوتر ثاني وكمبيوتر ثالث ونفرض رابع، هذا اي بي سي وهذا زد. نفرض ان الكمبيوتر A يريد يبعث رسالة، بس هذه الرسالة تريدها توصل الى 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 الـ C والـ A بدون ما توصل الى الـ Z، راح يبعثها في شيء اسمه مالتي تاسكينج مالتي كاستينج، اللي هي رسالة واحدة راح ترسل، وهذه الرسالة حتروح في نفس الوقت الى الى الـ C والـ B. الراوتر راح يعيد ارسالها الى الـ C والـ B بدون الـ Z. هذه العملية سوحولها مالتي كاستنج. اذا كانت رايحه ايضا للزت فهذه صارت ايش؟ صارت برودكاست. برودكاست صارت. فالمالتي كاستنج هي ارسال الرساله الى مجموعه من الكمبيوترات بالشبكه، برودكاست هي ارسال الرساله الى كل الكمبيوترات الموجوده بالشبكه او داخل النيتورك. طبعا ما راح استخدم كلمه الشبكه بعد، راح احول على المصطلحات شوي شوي، نحول على المصطلحات الإنجليزية لحد ما، لأن أكيد الامتحان أنتوا هنا دا تدرسون الامتحان، والامتحان راح يتكلم يعني راح يكون بالإنجليزي، فاضطرين نستخدم المصطلحات الإنجليزية هي يونيفرسال أكثر. كلاس E هذا للإكسبيرمنت، يستخدم للتجارب يعني بعدين دا يسوون عليه تجارب. زين، هذه بالنسبة للكلاسات. الكلاسات بيها في شيء مميز. المميز بالكلاسات مالتنا او مميز بعدنا بعد فد باراميتر مهم او فد دالة اللي هي الماسك. شنو هو الماسك؟
الماسك اذا تنتبهون احنا مثل ما كلمنا اكثر من مره ذكرنا انه هو يقسم النيتورك او الاي بي ادرس، مثل هذا اي بي ادرس وهذا الماسك مالته 255 0 0 0 ايش يعني؟ معناته هذا الجزء اللي منه هو نيتورك، عنوان النيتورك وهذا عنوان الهوست. زين، عنوان النيتورك من الرقم قاعد تشوفوه هذا هو طبعا تحت هو الماسك. كلاس A دائما الماسك مالته، اني اسف اني هنا غلطان، لحظة هذه خلي نمسحها، هذه نمسحها اني هنا غلطان، هذا 255 صفر 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 وهذه 255 255 255 صفر. زين، معناته كلاس A هذا هو الماسك مالته. ايش تعني؟ معناته بكلاس A فقط اول اوكتل، هذا مثل ما اتفقنا نسميه اوكتل، اي واحد من هذه الارقام نسميه اوكتل، اول اوكتل راح يكون هو بجزء النيتورك، وال 3 اوكتلز البقيه او 3 اوكتلز الاجزاء البقيه هي هوست، بسبب انه الماسك مالتها تحتها مكتوب 255 صفر صفر. معناته اي اي بي ادرس يبدي من رقم 1 او 128 دائما يكون ضمن هذا الكلاس. شنو يعني هذا الكلاس؟ يعني انه هذه الاجزاء البقيه هوست، مثل ما تكلمنا اللي هو هوست، من نقول هوست معناته نقصد بها كمبيوتر، كمبيوتر على سبيل المثال، او اي جهاز مربوط بالنتورك نسميه هوست. معناته انه هنا نقدر نربط بهذه النتورك، نفرض اذا كان عندنا مثلا نتورك اللي هي كلاس A، راح نرسم نتورك كلاس A، النتورك هذه راح تكون بهذا الشكل. نفرض هذا السويتش، هذا الكمبيوتر الأول، الكمبيوتر الأول اعطينا IP address 10، هذا النيتورك address 0 0 1، الكمبيوتر الثاني كم اعطينا؟ اعطينا 10 0 0 2، الكمبيوتر الثالث الرابع الخامس السادس السابع إلى كمبيوتر كم؟ رقم 245 راح يكون هذا أيضا راح يكون 10 0 0 2 5 4. زين، بعدها ايش راح يصير؟ بعدها أيضا راح نقدر نربط كمبيوتر ثاني اللي هو الكمبيوتر الآخر، راح يكون طبعا 255 ما نحق نستخدمه، بعدين هشرح لكم إياه السبب ليش. الكمبيوتر الثاني حيكون 10 0، حيكون 1 1، هذا اللي بعده 10 0 1 2 إلى لحد ما نوصل لعشرة صفر واحد اثنين خمسة أربعة وهكذا. ورا ما تخلص هذه يبدأ، معناته كم كمبيوتر نقدر نحط بالنتورك الوحدة؟ طبعا حتتفاجئون بالرقم، نقدر نحط هذا الرقم 16 مليون كمبيوتر بنتورك واحدة. 16 مليون كمبيوتر، يعني كمبيوترات موجودة بلد قاعد نتكلم عليها، 16 مليون كمبيوتر بمكان واحد رقم خيالي، أكثر من اللازم، ما يحتاج هيش رقم، ما حد ما راح يستخدم رقم بهذا الكمية. فشنو الفكرة من الموضوع؟ الفكرة من الموضوع أنه كلاس A ما حد ما راح يستخدمه بهذه الطريقة. في أغلب الأحيان يقدرون يسوون له subnetting، أنه يأخذون كلاس A IP address بس يرجعون يقسموه، مثلاً يجيبون ال IP address اللي هو مثلاً 10 ويغيروا له الماسك. كيف يغيرون الماسك؟
بدل هذا الصفر يحطون 255، وهنا أيضا يحطون 255، وهنا يحطون صفر. اللي صار أنه صار هذا جزء النيتورك، وهذا صار هوست. نعم، طبعا هذا الموضوع راح نتطرق به أكثر للمستقبل. إذا الحين أنتم شوية كونفيوز بالموضوع طبيعي، أنا فقط أريد أبل يعني أشرح لكم الفكرة مبدئيا، بعدين حيكون عندنا دروس خاصة أكثر من درس بهذا الموضوع بالذات لحد ما راح نضبطه نهائيا ونصير بروفيشنال بهالموضوع. زين، بس القصد كلاس بي راح يكون عندنا 255.255.0.0، هذا الديفولت ماسك، معناته باي ديفولت النيتورك راح تكون مقسمه الى جزئين اللي هو النيتورك والهوست، راح يكون بالتساوي. كلاس سي اذا تشوفون راح تكون متقسمه بهذا الشكل، الهوست الى مكان اصغر، فمعناته اي اي بي ادريس بكلاس سي من حقنا نحط به بحدود من 1 إلى 245 كمبيوتر، 254 كمبيوتر. زين، هذه بالنسبة للكلاسات، كلاس A و B و C. ضروري تعرفون كل كمبيوتر يعني أي كلاس تابع، مجرد من تشوفون IP address تكونون تعرفون هذا أي كلاس تابع له. أوكي، عندنا هسه public and private IP addresses، وعندنا هذه الحجية. نعم، بس قبل نبدأ بالموضوع أريد أذكركم فد شيء. قبل كم سنة إذا تذكرون أول ما نزل الموبايل، أو ما أعرف أنتوا جوز كنتوا صغار أول ما نزل الموبايل، بالنسبة لي أنا أتذكرها ولك قبل كم سنة، ما صار مدة طويلة. أول ما نزل الموبايل استخدموه الشباب، بعدين بدأوا يستخدموه الناس الفئة العمرية شوية الأكبر، عمرهم 40 50 60، لحد آخر ناس استخدموه هم الناس اللي عمرهم فوق 65، ما حبوا الموبايل، بعض ما عندهم لحد الآن مصر أنه ما يستخدم الموبايل. اللي صار أنه شوي شوي الناس بدأت تتغير، بعدين تقبلت أنه شافت أن الموبايل أفضل وتعلموا عليه. الناس ما يحبون التغيير بس تعلموا عليه، بدأ يستخدمون. نفس الموضوع تكرر مع السمارت فورت من نزل الأندرويد والآيفون. بالبداية الشباب بدأوا يستخدموه، مثلا أنا من الناس، والدتي الله يعطيها طولة العمر والصحة إن شاء الله، والدتي كانت تشوفني بالبداية لازم موبايل، كانت تجي تحكي عليها بنبرة، تكلمني بنبرة قوية أنه إيش قاعد تسوي، أنه أنت ما مكفيك اللابتوب طول الوقت موجود بحضنك وقاعد جبت لي شاشة صغيرة وتستخدمها بدل الموبايل، بعد يعني بدل اللابتوب، يعني ما كفاك. ومن هذا الكلام كان أبدا ما عجبها فكرة السمارت فون، وتعتقد انه يضر عيني وهذه الامور. بس بعدين ايش صار؟ انه والدتي اكتشفت انه الموبايل في فايبر والفايبر يخليها تتكلم مع اختي اللي هي بغير بلد عايشه، تقدر تتكلم معها ساعات طويله وبدون ما تدفع ولا درهم. بعدين ايضا اكتشفت انه عندنا جروبات اللي هي واتساب، انه صار عندها جروب بيها مثلا ولدها كلها بالجروب، وتستلم صور لأحفادها وهذه الأمور. فالموبايل صار عدا أهم شيء، بدأت تستخدم، بدأ اشترت جهاز أو احنا اشترت جبنا لها موبايل اللي هو كان أندرويد، بعدين ما عجبتها السرعة مالته، حسيتها بطيء، رادت واحد شاشته أكبر وسرعة أحسن. وهذا اللي صار نفس الشغل. بعدين والدي اجى على الخط، أنا بالبداية لا، بس بعدين من شاف الموضوع انه صار انه من نجلس جلسه عائليه الكل تتكلم على الصوره اليوم للرسمه على الجروب بالواتساب وهكذا، بحيث ايضا حول عليه. اللي صار انه هسه كل واحد بينا عايش عنده موبايل وعنده جوز تابلت ولابتوب وديسكتوب بالشغل، والعدد في ازدياد، يعني من اطفال الى ناس كبار. كم اي بي ادريس هسه حاليا انت اي واحد بيكم عندك؟ انا من الناس عندي كذا كمبيوتر بالبيت، كذا كمبيوتر بالشغل، عندي تابلت، موبايل، ما اعرف شنو، احتمال بعد كم سنه السياره تصير بها اي بي ادريس، او بالحقيقه بدات سيارات بها اي بي ادريس، ثلاجات احتمال، حتى الستاره مالت الشباك راح تصير بها اي بي ادريس، نجد التحكم عن بعد. فزين هسه السؤال هنا، الاي بيات هذه الموجوده، اذا عندنا كل جهاز من هذه الاجهزه يحتاج اي بي ادريس، اكيد احكوا لي الاي بي ادريسز الحاليه موجوده هل هي كافيه؟
لا مكافئة. الاي بي ادريسز لو نوزعها على كل الاجهزة الموجودة الحين بالعالم ما راح تكفي، حيصير عندنا نقص. زين الحل كيف؟ يعني احنا مثل ما عرفنا الاي بي ادريس بالدروس السابقة، قلنا انه هو عنوان كل جهاز موجود بالانترنت يحتاج يكون عنده عنوان خاص به للاي بي ادريس. زين كيف نحل هالمشكلة هسه حاليا؟ انا اقول لكم المشكلة هذه محلولة، محلولة جزئيا طبعا مو نهائيا. سنة 1993 جلسوا مجموعة من جماعة الخير وقالوا انه نحتاج نحل مشكلة الاي بيات، لان الاي بيات راح تخلص وما تكفينا. فاقترحوا يقسمون الاي بي ادريسز، يسمون كل الاي بي ادريسز هي بوبليك، هذه الاي بيات ممكن نستخدمها بالانترنت، هي كل اغلب الاي بي ادريسز. وقالوا ناخذ جزء صغير من الاي بي ادريسز نسميها برايفت. البرايفت هذه شنو خاصيتها؟ انه مثلا انت جامعه عندك هذه النتورك مالت في جامعه معينه، عندك كمبيوترات فرضا عندك 5000 كمبيوتر داخل هذه الجامعه، ممكن تستخدم رينج من الاي بي ادريسز، وغير جامعه ايضا تجي تستخدم نفس الاي بي ادريسز، بس بشرط انه هذه الاي بيز راح تعطيها للكمبيوترات او للهوستس راح تستخدم فقط داخل الجامعه. فاجابه على كلاس اي اتفقوا ان ياخذون اي كمبيوتر او اي اي بي ادريس يبدي من رقم 10.000 الى 10.255.255.255. راحوا على كلاس بي اتفقوا ان ياخذون اي اي بي ادريس يبدي 172 الرينج مالته من 16 الى 172.131.255.255. وراحوا على كلاس سي اتفقوا ان ياخذون اي اي بي ادريس اي رينج يبدي بال 192.168. هذه هي البرايفت اي بي ادريسز. اي اي بي ادريس اخر هو يعتبر بوبليك، وهذه هي برايفت. زين السؤال هسه حتقولوا لي اذا هذه الاي بيات البرايفت حنستخدمها هنا داخل الجامعه بشرط انه ما نستخدمها بالانترنت، هذا كلام غير منطقي، لان اغلب الكمبيوترات واغلب النتوركس الموجوده بالعالم حاليا هي مربوطه بالانترنت. زين شنو الحل؟ الحل كالاتي، شوف هذا المثال، عندنا هنا كمبيوتر ثاني، نفرض هذه الكمبيوتر داخل جامعه شركه مربوطه بسويتش اكيد، وبعدين مربوط براوتر، وهذا الراوتر مربوط بالانترنت. اوكي اللي يصير نفرض هذا الكمبيوتر بي اي بي ادرس، الاي بي ادرس اللي هو 10.10.10.10. هذا الاي بي ادرس طبعا هو كلاس اي، وما دام يبدي برقم 10 فاذا هو شو راح يكون؟ برايفت. نفرض انه الكمبيوتر هنا راد يرسل رسالة، هذه الرسالة يريد يرسلها الى سيرفر موجود هنا بالانترنت. راح يصير كالاتي، ان الكمبيوتر تعرفون تذكرون ليرات وهذه الحركات، زين راح يكون الداتا، والداتا راح يحط لها تي سي بي هيدر، والتي سي بي هيدر راح يحط له اي بي هيدر، وبعدين راح يحط له ايضا فريم هيدر وفريم تريل. داخل الاي بي كان عندنا تو باراميترز، واحد عندنا سورس اي بي ادريس والثاني destination IP address. source IP address راح يكون هو هذا، destination IP address راح يكون عنوان السيرفر، وعلى فرض المثال انه هذا حيكون 1.1.1.1. فهذا حتتكون الرسالة بهذا الشكل، هاي نحاول ترسم ظرف. اوكي هذه الرسالة، راح الرسالة تمشي هنا بالنتورك تروح للسويتش، السويتش يوديها للديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي حاليا استلمت الرسالة، فحصت السورس اي بي ادريس لقيتها برايفت اي بي ادريس. شو المفروض اسوي لها؟ اسوي في البروسيس اسمها نات، نتورك ادريس ترانسليشن. نتورك ادريس ترانسليشن حياخذ الرسالة،
حيطلع source IP address اللي هو private، ايش راح يسوي له؟ يشيله ويحط بدله IP address مخزن عنده اللي هو public. يعني فيش حالة جامعة تحتاج يكون عندها IP address public، نفرض هو 2.2.2.2، فراح تجي هنا ايش تحط بدل هذا IP address 2.2.2.2، هذا هو البوبليك اي بي ادرس للجامعة هذه، وترسل الرسالة للانترنت. توصل هذه الرسالة داخل الانترنت للسيرفر، السيرفر شو راح يسوي؟ راح يجاوب على هذه الرسالة برسالة ثانية، الرسالة هذه حتدخل هنا اللي هي رد، راح يكون بها سورس اي بي، بهيج حالة راح يكون 1.1.1.1، والديستنيشن اي بي شو راح يكون؟ حيكون اني اسف السورس هذا انترنت مالتنا، السورس راح يكون اي 1.1.1.1، والديستنيشن حيكون 2.2.2.2. الراوتر شو راح يسوي؟ حيشطب هذا، راح من يستلم الرسالة راح يغير الديستنيشن اي بي ادرس ويحط ديستنيشن اي بي ادرس جديد اللي هو 10.10.10.10 اللي هو عنوان هذا البي سي. راح تدخل الرسالة مرة ثانية، تروح للسويتش، السويتش حيوديها لهذا الكمبيوتر. هاي العملية نسميها نات نتورك ادرس ترانسليشن، حندرسها بالتفاصيل ان شاء الله بالمحاضرات القادمة. قبل لا نستمر اكثر اريد بس اوضح لكم هذا الموضوع شويه، انه في اغلب الاحيان النتورك اوكي هسه حاليا وصلنا الى المرحله الاخيره اوكي اوتوماتيك ادريسنج راح امشي بيها بسرعه. هذه عندنا فد شيء سحوله سبيشال ادريسز، السبيشال ادريسز اللي هي هذا النموذج. عندنا اولا اوتوماتيك ادريسنج، اوتوماتيك ادريسنج هو بحاله انه عندنا كمبيوتر ومربوط ربطتوه مثلا بالنتورك، وهذه النتورك مربوط بها كمبيوتر ثاني ونفرض مربوطة بالإنترنت أو ما مربوطة بالإنترنت بس ما بها DHCP server. شو راح يصير؟ وأنتوا ما حاطين IP address، أن أنتوا ما عملتوا assignment لل IP address للكمبيوتر. الكمبيوتر مين حيجيب IP address؟ ما عنده IP address، فالكمبيوتر راح يلقى له IP address. أنتوا مثل فد واحد ما عنده اسم وقرر يسمي نفسه نفس الشكل. هذا الرينج اللي هو 169.254 اي اي بي ادرس، شوفوا يبدي بهذه الارقام عرفوا انه هذا اوتوماتيك ادريسنج، هذا معناته ادريس ربش. احنا من نشوفه بالكمبيوترات، تشوف كمبيوتر ماخذ هذا الادريس معناته دي اس سي بي ما اعطى اي بي ادرس. طبعا هو ادريس بس هذا الادريس احنا نعرفه ربش اللي هو اوتوماتيك ادريسنج، يعني مو ادريس حقيقي، مجرد الكمبيوتر اعطان نفسه ما عنده اي بي ادريس، لا انتوا اعطيتوه اي بي ادريس ولا الدي اس سي في رضا يعطي اي بي ادريس، فهو قرر يحط له اي بي ادريس. اذا حط لنفسه اي بي ادريس راح يكون ضمن هذا. عندنا الرقم الثاني اسف هذا رقم غلط اللي هو 127 اللي هو 127 اي اي بي ادريس يبدي برقم 127، هذا نسميه لوب باك ادريسنج. شو معناته؟ معناته انه اي كمبيوتر عنده هذا الاي بي ادريس يبدي برقم 127 معناته هو نفس الاي بي ادريس للكمبيوتر نفسه. شنو فائدته؟ تتذكرون عندنا لايرات، في بعض الاحيان نريد نسوي مثلا تيست، نريد نتاكد انه هذه اللايرات شغاله، فايش راح نسوي؟ نسوي بينج، نكتب 127.0.0.0، معناته ايش راح يسوي؟ الكمبيوتر راح يسوي بينج من هنا بدون ما يرجع للنتورك ويرجعه. هذا سحوله لوب باك، مجرد يستخدم للتيست الداخلي عشان نتاكد انه اللايرات مالتنا شغاله كلها بشغل مناسب. كانه فد واحد يصيح اسمه، مثلا الواحد اسمه مصطفى يصيح صوت عالي مصطفى، جاب نفسه ها نعم اوكي هو هذا اللي يصير، انه مجرد في واحد يريد يسمع صوته. عندنا سبيشال ادريسز، سبيشال ادريسز عندنا نوعين اللي هي النتورك والبرودكاست.
خلال الاكزامبلات اللي وضحناها تكلمنا مثلا على سبيل المثال نفرض هذا سويتش وهذا كمبيوتر وهذا كمبيوتر ثاني، هذه نتورك ومربوط براوتر على سبيل المثال. هذه النتورك خلينا نسميها نعطيها نتورك ادرس. نتورك ادرس مثلا عندنا هذا الكمبيوتر هنا سوري بي اي بي ادرس اللي هو 192.168.1.2.7 مثلا 27، هذا كلاس سي لان يبدي 192، في الماسك مالته راح يكون 255.255.255.0، معناته هذا الجزء هو النيتورك. زين اذا ردنا قلنا النيتورك ادريس ايش راح يكون؟ النيتورك ادريس في هاي الحالة راح يكون 192.168.1.0. اذا استخدمنا الرقم 0 ويا اي اي بي ادريس بالنهاية، طبعا مو كل حالات، بهذه الحالة اذا كان هذا الاكزامبل الرقم 0 بالنهاية هذا يعتبر هوست ادريس. ف النيتورك ادريس اذا تذكرون قلت لكم انه احنا ممكن هذا الرقم اللي هنا بالنهايه يكون ما بين 0 الى 255، صحيح، بس الصفر ما لنا حق نستخدمه لان هذا النيتورك ادريس، وال255 ايضا ما لنا نستخدمه لان هذا عنوان برودكاست. شنو يعني برودكاست؟ مثلا اذا هذا الكمبيوتر هنا اللي هو اكس راد يبعث رساله الى كمبيوتر واي وزد وراوتر في، فش راح يبعث؟ راح يبعث destination IP address راح يكون بالرسالة مالته 192.168.1.255، فهذا حيكون البرودكاست. فدائما الزيرو ما لنا حق نستخدمه لأن هذا عنوان النتورك كلها، وآخر واحد 255 معنا حق صحبه. فهذه هي Special Addresses Network والبرودكاست، هنتكلم عليها إن شاء الله أكثر في الدروس القادمة. قبل أن أنهي هذا الشابتر أريد من عندكم تجربون بالبيت بعض الأشياء. على سبيل المثال جربوا IP Config. IP Config هذا الانستركشن يطلع لنا من نكتب IP config هنا حيطلع لنا الـ IP addresses لكل الـ interfaces موجودة. شوفوا هنا طلع لي هذا 10.10.16.98، هذا الـ IP address للكمبيوتر مالتي، وهذا الماسك وهذا الـ default gateway. إذا تكتبون IP config أعتقد علامة استفهام حيطلع لكم كل الأشياء اللي ممكن تسووها بالـ IP config، اللي هي مثلا IP config all، IP config slash خلينا نجربه all، هذا حيعطيني تفاصيل اكثر، معلومات اضافيه. شوفوها حاولوا الدرس تكتبون عليها، تدوروا عليها بالجوجل شويه. اي بي كونفيج مثلا ريليز هذا يشيل الاي بي ادريس، يلغي الاي بي ادريس. اي بي كونفيج رينيو يروح يطلب من دي اس سي بي اي بي جديد. هذه الاشياء ضروري تجربوها انتم وحدكم. عندنا بعد البينج من الاشياء الضروريه ممكن تجربوها، التريس راوت. شوفوا هسه اخذ اي بي ادريس، باع الاي بي ادريس الجديد كم كان الاي بي ادريس عندي، اخذ نفسه دي اس بي طال نفس الاي بي ادريس. اوكي عندنا بينج مثلا، البينج هذه من نرسل باكيت صغير الى الراوتر مالتنا او الى اي واحد اخر لمجرد الفحص، بعد جانا ريبلاي معناتها ارسلت الى الراوتر ورجع لي اياها. بينج نجرب اللوب باك، هذا ما تقدر اسوي بينج للكمبيوتر مالتي نفسه. لوب باك انترفيس كمراجعة درسناها بهذا الدرس اللي هو درسنا كيف نحط الاي بي ادرس، هاو تو اساين اي بي ادرس. عندنا طريقتين، هي اما عن طريق الستاتيك او عن طريق الدي اس سي بي سيرفر. بعدين تكلمنا عن الدي اس سي بي سيرفر، تكلمنا عن الاي بي ادريسز، عندنا اكثر من كلاس، كلاس اي بي سي ودي واي، كل واحد ايش يعني. تكلمنا عن البوبليك والبرايفت اي بي ادريسز، تكلمنا عن الاوتوماتيك اي بي ادريس، اللوب باك اي بي ادريس، والسبيشال اي بي ادريس. نعم نهايه هذا الشابتر اريد من عندكم فشيط، اريدكم تحفظون. اذا تريدون تستمرون في مجال النتورك فلازم تحفظون.
الاي بي ادريسز لازم تحفظوها، البوبليك برايفت اي بي ادريسز، هذه الامور كلها الرنجات لازم تحفظوها. هتجيكم بعض الاشياء بالشابترات القادمه ايضا تحتاج حفظ. نهايه كل شابتر حاولوا تفتحون الانترنت، تفتحون جوجل، سووا مراجعه بسيطه، ملاحظاتكم راجعوها وجربوا، جربوا جربوا بالبينج، الاي بي كونفيج، كل الاشياء ممكن تجربوها. عندنا بالنهاية كويز، حوقف هذا. طبعا هذه السؤال هنا كالآتي، عندنا هذه الاي بيات، اريدكم كل اي بي تقولوا لي اي كلاس وهل هو بوبليك لو برايفت اي بي ادريس. راح اوقف الفيديو او اتوقف الفيديو مدة 5-6-10 دقائق ايش قد ما تريدون، حلوا هذه الاسئلة وبعدين كملوا اشوفكم الحل. اوكي المفروض هسه تحليته. هذا اول واحد هاي سويت احمد. اوكي هذا عندنا اول واحد اللي هو دقيقه واحده اسمحوا لي، هذا اول واحد اللي هو راح يكون كلاس A public ولا private، راح يكون private. هذا كلاس A ولكن public. هنا كلاس A public أو مو public بالحقيقة، هذا loop back هو pop يعني كلاس A loop back، يعني ما لنا حق نستخدمه بالإنترنت. هنا راح يكون A class B public B public D multicast، هذا C public صحيح دي 192 بس هذه 16 مو 186. وعندنا هنا آخر واحد C أيضا public. شكرا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.